كل في جيسبر كو كاراكم لاباس. انا الحمد لله جيتكم بنوفال فيديو اللي هو لا فيت تاعي تاع البيان. كما راكم تشوفوا لهنايا راني نشرف صوالح. قبل ما نبدا لا فيديو ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك باش يلحقكم كل شيء جديد. كما راكم تشوفوا لهنايا رحت على ثلاث خطرات مشيت صوالح في نهار واحد. ولا هنايا ماما رايت كلاصي في الصابري بالشوكولا نوار. وهنايا كان ديجا كلاصيت هذاك الكاطو اللي ما يطيبش بالشوكولا بلون وكان باقينا غير ديكوراسيون ونكملو. وهذا الفيس توسي نوع تاع اللي دارته ماما عمرها كهي بالنيسلي. وكما راكم تشوفوا لهنا راني ندير فيه تخي شوكولا نوار وهذاك الكاطو اللي ما يطيبش. وهذا هو الشكل النهائي. كان باقي لي غير هذا الصابلي نزيد نلصق له البيان باش يكون لون بلون. ولا هنايا كما راكم تشوفوا ماما يدير في الجينواز. ولا هنايا كي طابت الجينواز انا بغيتها لاير كيك وبغيت نزوقها بالبات سكر كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي. ولا هنايا غدوه من داك من الصباح بكري كنت وجدت الصاله. ولا هنايا بغيت نشارككم مشترياتي باش تدوا افكار كاش حفله بغيتو ديروها. ولا هنايا كانوا عندي صحاباتي بينا مع ديكوراسيون بديت بعد البوفات لصقتهم درت تيم كلشي دوغي ونوار والبلون. ولا هنايا كنت نطوي في لي سيرفيات وديريكت بدينا مع المايس وجدنا وحطيناه في هادو لي ساشي. وحبوباتي هذا هو الشكل النهائي ان شاء الله يكون عجبكم تدوا منه افكار. وهذا هو الاوتفيت تاعي. ولا هنايا ماما دارت البركوكس معاها عندي صداقة جا بزاف شباب. ولا هنايا وجدت الكاطو في لي بلا. ولا هنايا لوطوني كانو يحطو في القهوة انايا حطيت صوالحي وبدلت قشي بدلت الاوتفيت تاعي كما راكم تشوفو. وهذا الكاطو جبته لي عمتي جداتي. وهذا هو الشكل النهائي تاع اللاير كيك. وهذه لي سيرفيات البقالات اللي شريتهم لصقتهم في رحبه ومعهم فرشيطه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الطابل تاعي. كان باقي غير لاطارت مازال ما جبناهاش. ولهنايا كيما قلت لكم كانوا يحطوا في القهوه. انا حبوباتي ان شاء الله يكون عجبوكم الافكار تاعي. عطوني رايكم في لي كومونتير باسكو الراي تاعكم يهمني بالبزاف. ولا هنايا نشكر اي وحده فرحت معايا ولا فامي تاعي وصحاباتي بيان سور وبابا وماما اللي قريت على جالها. ولا هنايا ننصح اي وحده في اللاش تاعي نقولها قري وقري وقري وشوفي للقدام باسكو في هذه الدنيا ما تفيدك غير قرايتك وباش تفرحي والديك بيان سور. وما عليا غير نقولكم تبقوا على خير وما تبخلونيش باللايك والابوني وفي فيديو جاي ان شاء الله.